وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك اعتزي وارضي واقتنعي، وتذكري دوما بشرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أطاعت زوجها وحصنت فرجها وصلت فرضها دخلت الجنة. الصبر، الصبر في مثل هذه الحياة أمره عظيم. لماذا؟ لأنك أنت ليس بيدك التصرف. لا، يعني الرجل إذا بلي بزوجة سيئة قد يتزوج على امرأة أخرى، لكن المرأة أين تذهب؟ فإن صبرت واحتسبت، الله أكبر، أبشري بقول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أتعلمين يا أختي ما معنى يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ أي أنه أجر لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. هذا معنى أن الأجر يكون بلا حساب. إلى كل أخت قدمت الكثير، إما لزوجها أو لأهلها، لوالدتها، لإخوانها، ثم جحدوها. من طبيعة الناس سبحان الله أنهم لا ينظرون إلى الأعمال الطيبة التي نعملها، وإنما ينظرون إلى السقطات والزلات. فيا أختي الفاضلة، إلى كل أخت، إلى كل أخت بليت بمثل هذا الأمر ثم جحدها الناس، أريد أن أبشركم ببشارة. أتعلمين ما هي البشارة؟ البشارة يا أخواتي نجدها في قصة نوح. تأملوا معي قصة نوح يا أخواتي الفاضلات. نوح كم جلس يدعو قومه؟ جلس يدعو قومه 950 سنة. كم الذين آمنوا معه؟ ما آمن معه إلا 80 شخص على أكثر الروايات في التفاسير، يعني 80 شخص في 950 سنة فقط. مع ذلك لم يقل الله عنه أنه فاشل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينظر إلى النتائج، الله ينظر إلى العمل. قدر الله عمله، قدر الله صبره، قدر الله تضحيته، قدر الله بذله، فجعله من أولي العزم من الرسل، وأنزل سورة باسمه، وباه به الملائكة، وجعله أبو البشر الثاني. إذن فرحة تدخلين فيها السرور إلى مسلمة، إلى مؤمنة، إلى محتاجة، لك من الله الوعد: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. هكذا نكون إيجابيين، بما أن الله يجبرنا لابد أن نكون أيضا نجبر خواطر الناس، فنكون خير أينما حللنا وأينما ذهبنا بين الناس كلهم. ثم أخيرا أقول: إلى كل امرأة ابتليت بمرض مزمن، إما إعاقة مزمنة أو مرض سكر لا ينقطع أو أي مرض كان، الأمراض هذه بماذا جبر الله أهلها؟ شيء عجيب يا إخوة، والله شيء عجيب، أنا من أعجب ما رأيته ما فعل الله مع المرضى الذين ابتلاؤهم طويل. أما المريض بذاته وبنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشره فقال: لا يزال البلاء بالمؤمن، انتبهوا، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. الله أكبر. أحيانا قد لا تكون المرأة قادرة مثلا على قيام الليل وصيام النهار، وصيام النهار مثلا والأعمال الصالحات الكثيرة والصدقة، فيعطيك الله عز وجل مثلا المرض. لماذا؟ ليعطيك أجور الصوام القوام المتصدقين بشيء في جسدك. فانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل. هذا المريض قد يكون المرض هذا سبب في دخوله الجنة عندما يصبر ويحتسب. بل إن أني أرسل أيضا رسالة إلى من لديه مريض، إلى كل امرأة عندها ابن معاق أو عندها مثلا ابن مريض، أو لا تحزني يا أختي، لا تحزني، أقسم بالله أنك لست بأرحم به من الله جل جلاله. الله أرحم بنا من أمهاتنا ومن كل شيء. ليه؟ لأن الله أنزل عنده 100 رحمة، نزل واحدة بس وزعها بين كل الأمهات وكل الأباء وكل البخاليق، وأبقى عنده 99 رحمة. فلا تفكري أن الله عز وجل مثلا ابتلى هذا الطفل، لأن لا قد يكون الابتلاء خير له. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر.
ولو كان غنيا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو كان سليما لطغى، إني أدبر عبادي بقلوبهم إني عليم خبير. ربنا يقول لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا يأخذ منا شيء يعطينا بدلا منه أشياء أكثر. فانظر إلى هذا الحديث، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. بل اسمع إلى الحديث الآخر، إذا كان يوم القيامة ثم اجتمعت الناس في الصعيد العظيم بين يدي الله، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يود أهل العافية، يعني لما جاتهم أمراض في الدنيا، يود أهل العافية لو أنهم قرضوا بالمقاريض، يعني قطعوهم بالزراديات في الدنيا. ليش؟ لكثرة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. اللي عندهم بلاء في الدنيا كم يعطيهم الله لا يوصف. قالها الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل أيضا حتى هذا المريض رحمة بأهله، كيف ذلك؟ يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولذلك إلى كل أم لديها مريض في بيتها، إن صبرت واحتسبت والله ليصبن الله عليك الرزق صبا إذا أحسنت الظن به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وتنصرون بضعفائكم. الشيء الآخر، هذا المريض الذي يزورونه عندكم في البيت، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقول لا يزال المؤمن في خرفة الجنة. يعني إذا جاءوا إلى بيت المريض عندكم ثم زاروه فإنهم يقطفون من ثمار الجنة حتى ينتهوا. والفضل لله ثم لكم، لأنكم استقبلتم الناس لهذا المريض وتحملتوه. بل أيضا هذا الحديث الآخر، أن المؤمن المريض إذا زاره أحد صلى عليه 70,000 ملك، إذا زاروه في النهار صلى عليه 70,000 ملك إلى المساء، وإن زاروه في الليل صلى عليه 70,000 ملك إلى النهار. أرأيتم صبركم على هذا المرضى؟ فإلى المريض أنت خير في نفسك وعندك خير من الله وأنت خير عن الآخرين، وإلى أهل المريض إن بصبركم واحتسابكم تنالون من الله الأجر العظيم. أيها الأخوات الفاضلات، هذا معنى الجبار، هذا معنى منكسر الذي يجبر خواطر المنكسرين. فكيف نطبق ذلك على أنفسنا؟ أن نكون نجبر خواطر الناس. إذا رأينا مريض نجبر خاطرة، إذا رأينا يتيم نجبر خاطرة، إذا رأينا أخت لنا مثلا لم يعطيها الله عز وجل من الصفات ما تتمناه كل فتاة، لا نأتي نحن ونكون وبالا عليها، بل نجبر بخاطرها ونساندها ونأخذ بيدها إلى العز والاعتزاز بالله، وأن ما فقدته في الدنيا سيعوضها الله به في الآخرة. أن نكون مع الفقير مع المحتاج، ما أجمل الإنسان عندما يكون رحمة مهداة تمشي في الأرض.